سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ سأحدثكم اليوم عن 14 ثعبانا من أضخم الثعابين في العالم والتي يصعب تصديق وجودها. الأصالة العاصرة. الأصالة العاصرة أو الأصالة الشائعة كما يطلق عليها تعيش في المناطق المدارية من أمريكا الجنوبية، وهي من الأقارب البعيدة لأفعى الأناكوندا، لذلك فهي سباحة ماهرة، ومع ذلك تفضل هذه الأفعى قضاء معظم أوقاتها على اليابسة مختبئة بين الجذوع المجوفة والجحور، ولا تتوقف هذه الأفعى عن النمو، ويمكن أن تعيش حتى 30 عاما. لذلك وجودها كحيوان أليف في المنازل قد يمثل مشكلة، وكثيرا ما يضطر مالك هذه الأفعى لإطلاقها في البرية عندما تصل إلى حجم يستحل معه بقاؤها في المنازل. ويصل طول الأفعى البالغة حتى 4 أمتار ووزن 45 كيلوغراما. أفعى الأصالة العاصرة يمكنها تناول كل شيء بما في ذلك الفئران والطيور وحتى الزواحف. بايثون بابوان الزيتون. أفعى بابوان الزيتون أو ثعبان بابوان تعيش في غينيا الجديدة وإندونيسيا. الشيء الأكثر إثارة للدهشة هي أنها قادرة على تغيير لون جلدها والاختلاط مع البيئة المحيطة، ولا أحد يعرف لماذا وكيف تفعل ذلك. ويمكن أن يصل طول الأفعى البالغة من هذا النوع حتى 5 أمتار. على الرغم من أن هذه الأفعى ليست عدوانية، إلا أنه عادة لا يحتفظ بها كحيوانات أليفة. ثعبان بابوان الزيتون يمكنه التكيف تماما مع الظروف البيئية المختلفة، ويمكنها التكيف مع كل من الغابات المطيرة والصفانة. وهذه الثعابين ليست سامة، لذلك لا تلدغ ضحاياها، لكن تعصرها حتى الموت ثم تلتهمها. الأناكوندا الصفراء. عندما نذكر أفعى الأناكوندا عادة ما نتخيل الأناكوندا الخضراء، ومع ذلك فهناك أنواع أخرى من هذه الأفاعي، على سبيل المثال الأناكوندا الصفراء. إنها الأصغر حجما بين جميع الأنواع الموجودة، ويصل أقصى طول لها حتى 3 أمتار. كما يحيي الاسم فهذه الثعابين باللون الأصفر مع بقع سوداء أو خطوط بنية داكنة. الأناكوندا الصفراء شائعة في الباراغواي وبوليفيا والبرازيل والأرجنتين، وغالبا ما يتم اصطيادها من قبل الصيادين لأن لحومها وجلودها ثمينة للغاية. على العكس من العديد من الثعابين التي تبيض، فإن جميع أنواع الأناكوندا بما فيها الصفراء تحتفظ بالبيض في بطنها وتفقس الصغار داخلها ثم تخرج فتبدو وكأنها تلد. وعادة تعيش الأناكوندا الصفراء بالقرب من المياه لاصطياد ضحاياها، ويمكنها تناول أي شيء يمكن ابتلاعه. الكوبرا الملك. هي أطول أفعى سامة في العالم، وأقصى طول للبالغين منها يمكن أن يصل إلى 5.5 أمتار. عندما تشعر الكوبرا الملك بالخطر فإنها ترتفع من الأرض وتوسع قلنسوتها الضيقة حول الرقبة، وتلك هي السمة الرئيسية للثعابين من هذا النوع. الكوبرا الملكية شائعة في جنوب شرق آسيا، وهي الممثلة الوحيدة لفصيلة مستقلة تدعى علميا آفيوفاجس. بالمناسبة فاسم هذا النوع يترجم من اللاتينية إلى آكل الثعابين، لأن الكوبرا الملكية تتغذى في المقام الأول على الثعابين الأخرى. البايثون الشبكي. هو أثقل وأكبر ثعبان على وجه الأرض. متوسط وزن هذه الثعابين يمكن أن يصل إلى 158 كيلوغراما، وأكبر أفعى شبكية في التاريخ كان وزنها 500 كيلوغرام. الأفعى الشبكية تعيش في الغابات والأدغال في جنوب شرق آسيا، وفي بعض الأحيان يمكن العثور عليها على الجزر نظرا لأنها تجيد السباحة. وفي الوقت الحالي تعيش أكبر أفعى شبكية في العالم في الأسر، وهي أنثى بايثون شبكي يطلق عليها ميدوسا، وطولها يبلغ 6.67 أمتار. ثعبان أنديغو الشرقي. هي من أطول أنواع الثعابين في الولايات المتحدة الأمريكية. طول أكبر الأفاعي من هذا النوع يقترب من 3 أمتار، وتتميز هذه الثعابين بلمعة أرجوانية على حراشفها. هذه الأفعى ليست سامة، لكنها غالبا ما تصطاد الثعابين الأخرى والسلاحف والسحالي والطيور والجرذان. إنها شائعة في ولايات جورجيا وفلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وتحب التحرك باستمرار، لذلك تحتاج مساحة كبيرة للحياة. هذا النوع من الأفاعي مهدد بالانقراض، لأن الكثير من الناس يخرجونها من البرية ويتخذونها حيوانات أليفة. أفعى الصخور. أفعى الصخور هي أكبر الثعابين في إفريقيا. إنها تعيش في المراعي والصفانة حول البرك وعلى حواف الغابات في إفريقيا الاستوائية،
وغالبا ما تختبئ في المياه لمهاجمة ضحاياها من الحيوانات، وعادة ما تتغذى على القرود والطيور والخنازير وحتى الأرانب. وطول أفعى الصخور يمكن أن يصل من 6 إلى 9 أمتار. الأفعى الأرجوانية هي من أطول الثعابين غير السامة في أستراليا، والأفعى حصلت على اسمها بسبب حراشفها ذات اللون الأرجواني. وبالإضافة إلى أستراليا، فهذا النوع من الأفاعي شائع في بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا. طول الثعبان البالغ يمكن أن يصل إلى 8 أمتار، ومثل معظم الثعابين الأخرى يمكن لهذه الأفاعي ابتلاع كل شيء تقريبا، من الطيور إلى الكناجر الصغيرة. وتفضل هذه الأفاعي الاصطياد ليلا عن طريق انتظار ضحاياها في كمائن ثم الهجوم عليها فجأة. بعد ذلك تعصر فريستها حتى الموت ثم تبتلعها. ومن الجدير بالذكر أن هذه الثعابين تقريبا لا تهاجم البشر أبدا. الأناكوندا الخضراء. يعتقد العديد من الناس أن الأناكوندا الخضراء، والمعروفة أيضا باسم الأناكوندا العملاقة، هي أطول أفعى على وجه الأرض. والخبراء حتى الآن ما زالوا يتجادلون حول الطول الحقيقي لهذه الأفعى. وحين يشاهد الناس هذه الأفعى يكونوا خائفين ولا يستطيعون تقييم حجمها بشكل كاف بسبب التوتر. ومن الصعب قياس طول الأفعى لأنها بعد الموت لا تتمدد، ومن المستحيل تقريبا قياس طول أفعى حية أثناء عملية التمدد. ويتفق العديد من الخبراء المشهورين على أن أقصى طول للأناكوندا الخضراء يمكن أن يصل حتى 9 أمتار. أناكوندا الظلام. أناكوندا الظلام هو نوع نادر من أفاعي الأناكوندا، ويعيش في الأمازون البرازيلي، ويمكن أن يصل طول الأفاعي البالغة منها حتى 5 أمتار. ومثله مثل الأنواع الأخرى من أفاعي الأناكوندا، فهذا النوع يحب المياه وهي سباحة ماهرة. وتتكيف هذه الأناكوندا تماما مع الحفاظ على نمط حياة شبه مائي، نظرا لأن العيون والأنف لديها مرتفعة بما يكفي على رأسها، ويمكنها أن تصطاد مباشرة من المياه. هذه الأفعى تحب أيضا الاسترخاء على الأشجار التي تعلو الأنهار والبحيرات، وبسبب هذا يمكنها في أي لحظة الانقضاض على الضحية، أو على العكس من ذلك يمكنها تسلق الأشجار بسرعة إذا شعرت بالخطر. أفعى النمر. ثعابين النمر تنقسم إلى نوعين، أفعى النمر الهندية وأفعى النمر البورمية. أفعى النمر الهندية أصغر من البورمية، وأقصى طول لها 6 أمتار ونصف، ووزنها يصل إلى 90 كيلوغراما. من الجدير بالذكر أن الإناث من ثعابين النمر الهندية والبورمية هي دائما أكبر من الذكور. أفعى النمر البالغة يمكنها بسهولة عصر غزال حتى الموت ثم ابتلاعه كاملا. بعد مثل هذه الوجبة لا تستطيع الأفعى أكل أي شيء لمدة عام. هذه الثعابين تعيش عادة في الأدغال، ولكن بسبب تطور الزراعة والأنشطة البشرية فموائلها تصبح أصغر يوما بعد يوم. سيدة الأدغال. هي من أكبر ممثلي ثعابين السامة في العالم. الاسم العلمي لهذا الثعبان في اللاتينية يعني الهدوء. بفضل المناطق الحساسة الموجودة بين العينين والأنف، تستطيع سيدة الأدغال أن تستهدف الضحية بشكل مثالي، وتسمح لها أيضا بالعثور على الضحايا عن طريق الحرارة المنبعثة من الفريسة. بالإضافة إلى ذلك يمكن لهذه الأفعى رؤية العالم بالأشعة تحت الحمراء. هذه الثعابين تعيش في الغابات والشجيرات التي تمتد من الجزء الجنوبي في أمريكا الوسطى إلى الجزء الشمالي من أمريكا الجنوبية، وعددها غير معروف لأنها تعيش في غابات كثيفة ومناطق غير مستكشفة. طول أفعى سيدة الأدغال يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار ونصف، وهي أكبر أفعى سامة في أمريكا وثاني أكبر أفعى سامة في العالم بعد الكوبرا الملك. تصل نسبة الوفاة بسبب لدغة هذه الأفعى إلى 80%، مما يجعلها الأكثر فتكا في جميع أنحاء أمريكا. ثعبان النمر الأسود. طول الأفاعى البرمية أو النمر الأسود يصل إلى 7 أمتار ونصف، بوزن يصل إلى 135 كيلوغراما، مما يجعلها واحدة من أضخم الأفاعي في العالم. وغالبا ما يكون سمك جسم الأفعى ليس أدنى من عمود أسلاك الهاتف. وعندما تكون هذه الثعابين صغيرة فإنها تفضل العيش على الأشجار، ولكن عندما تكبر وتتضخم تفضل التحرك على الأرض. على الرغم من ضخامة حجم أفعى النمر الأسود، إلا أنها تسبح جيدا ويمكنها البقاء تحت الماء لمدة نصف ساعة تقريبا. معظم هذه الثعابين تعيش في جنوب شرق آسيا، ولكن هناك أيضا العديد من الثعابين البرمية تعيش في مجمع إيفرغليدز الإقليمي في فلوريدا. وأخيرا أفعى تيتانوبوا.
تيتانوبوا أفعى منقرضة عاشت على أراضي كولومبيا الحديثة قبل حوالي 60 مليون سنة. أول حفريات للأفعى تيتانوبوا عثر عليها في منجم فحم في كولومبيا عام 2009. وفي الواقع فاسم تيتانوبوا يعني البوة العملاقة، وهو مثالي تماما لهذا الثعبان المنقرض، والذي كان طوله 15 مترا ووزنه حوالي طن، أي أن هذه الأفعى العملاقة ضعف طول الثعبان الشبكي وأثقل 4 مرات من الأناكوندا العملاقة. وإذا كانت الأناكوندا الحديثة تعصر فريستها، فإن أفعى تيتانوبوا كانت تعض ضحاياها أولا ثم تلتف حولها وتعصرها، وفي النهاية تبتلعها. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.